سفر القضاء بيحكي قصة القضاة اللي هم يعني جم ورا بعض. كان أول قاضي بنعتبر إن هو قاضي كان يشوع، لأن هو اللي كان بيحكم في بعد ما قاضي الشعب، هو كان بيحكم في وسطهم. والمرة اللي فاتت خدنا القاضية الوحيدة الست من وسط القضاة وهي دبورة، وشفنا قد إيه إنسانة حكيمة، وكانت إنسانة خلية شغل، خلية نحل زي ما بيقولوا، شغالة كويس أوي. هناخد النهاردة في إصحاح 6 شخصية تانية، وهي شخصية جدعون. نشوف هيتقال عنه النهاردة. بعد ما المرة اللي فاتت قال ارتاحت الأرض 40 سنة، اللي فات في إصحاح 5 كان بيقول إن الأرض ارتاحت 40 سنة. ليه؟ يعني بيقصد بيها إن ما كانش في حرب بين بني إسرائيل وبين بقية الشعوب. طيب عارفين بالظبط كده، لما تكون عندنا ضيق أو تعب نمسك في ربنا ونصلي ونصوم، ما عندناش تعب الدنيا ايه؟ رست خالص، نايمة خالص. لما حصل ان بني اسرائيل اللي هم شعب الله بيدخلوا في زحمة او في مشكلة، يعني في ضيقة، يمسكوا في ربنا وربنا يديهم القوة وينتصروا. لما ترتاح الارض 40 سنة، يعني بني اسرائيل ما دخلوش في حرب 40 سنة، تبقى فيها رست بقى، بيعملوا كل حاجة غلط. تعالوا نقرا مع بعض اول ايه بتقول ايه في اصحاح 6. عمل بنو اسرائيل الشر في عيني الرب، فدفعهم الرب ليد مديان 7 سنين. يعني بعد ما قال ارتاحت الارض 40 سنة، قال لك لا ده عملوا ايه الشر بعد 40 سنة، ما هم رحرحين بقى براحتهم خالص. وخلاهم ربنا سلمهم الى ارض مديان، يعني اللي هو امم مش يعرفوش ما يعرفوش ربنا، يعني خلاهم تحت الذل الاممي لارض مديان 7 سنين. فاعتزت مديان على اسرائيل بسبب المديانيين، عمل بنو اسرائيل لانفسهم الكهوف التي في الجبال والمغير والحصون. يعني ايه؟ لما يعني بتوع مديان دول شدوا شويه على بني اسرائيل، ابتدوا يهربوا منهم، بني اسرائيل يهرب منهم، ابتدوا يحفروا في الجبل كهوف وحفر وحصون يحصنوا نفسهم. طب ما انتوا لو انتوا ماسكين في ربنا مش محتاجين الحاجات دي كلها، لكن عشان احنا سيبنا ايد ربنا، فكانت النتيجه انهم اعتمدوا على نفسهم وحاولوا انهم يعملوا لنفسهم يهربوا من ايه؟ من المديانيين. واذ زرع اسرائيل كان يصعد المديانيون والعمالقه وبنو المشرق يصعدون عليهم ويتلفون غلة الأرض إلى مجيئك إلى غزة، ولا يتركون لإسرائيل قوت الحياة ولا غنما ولا بقرا ولا حميرا، أنهم كانوا يصعدون بمواشيهم وخيامهم ويجيئون كالجراد في الكثرة، وليس لهم ولجمالهم عدد، ودخلوا الأرض لكي يخربوها، فذل إسرائيل جدا من قبل المديانيين، وصرخوا بنو إسرائيل إلى الرب. يبقى في عدد 6 في فيرز رقم 6 قال ان خلاص بقى الناس تعبت. القصة في منتهى البساطة ان بني اسرائيل يزرعوا حاجة ينط عليهم ويبهدلهم الحاجة وياخدوا الغلة ويمشوا، فحسوا بالذل فابتدوا يرجعوا تاني لربنا ويصرخوا لربنا. دايما الضيقة تخلينا نصرخ لله ونقول يا رب الحقنا احنا غلطنا. في يعني فيرز رقم 7، وكان لما صرخ بنو إسرائيل إلى الرب بسبب المديانيين أن الرب أرسل رجلا نبيا إلى بني إسرائيل، فقال لهم هكذا قال الرب إله إسرائيل، إني قد أصعدتكم من مصر وأخرجتكم من بيت العبودية وأنقذتكم من يد المصريين ومن يد جميع مضيقيكم وطردتهم من أمامكم وأعطيتكم أرضهم، وقلت لكم أنا الرب إلهكم، لا تخافوا آلهة الأموريين الذين أنتم ساكنون أرضهم ولم تسمعوا لصوتي. إحنا دلوقتي في فيرز 7 تل 10 بيقول كده. لما حصل بقى أن الكل صرخ لربنا الحقنا يا رب، 7 سنين في الذل، 7 سنين في التعب، ف
فربنا راح بعت لهم نبي ما قالش اسمه الحقيقة، ما قالش ايه من هو البروفيت ده، ما قالش النيم بتاعه. جه نبي واتكلم معاهم. الاباء بيقولوا ان النبي دوت يعني واحد انسان تقي كده حلو يعني مع ربنا. وقال لهم ربنا بيقول لكم مسج. ايه هي المسج؟ مش انا خرجتكم من ارض مصر؟ مش انا كنت في يد المصريين في العبوديه يعني تحت العبوديه؟ قال له اه. الناس اللي كانوا بيضايقوكم مش انا بعتهم عنكم؟ قال لهم قال له اه. لما مشيتوا مع الاموريين قبل المديانيين مش انا وقفت جنبكم؟ قال له اه. قال لهم طب انتوا خايفين من ايه ولم تسمعوا لصوتي؟ معناها زي ما بيقول كده ربنا بيدي بركه بليسينج بليسينج بليسينج، واحنا نقول له رب متشكرين وبعد شويه ننسى. بالظبط كده. قال لهم انتوا ما سمعتوش لصوتي، انتوا مش حاسين بكلامي. انا ياما قلت لكم تمسكوا فيا اكون معاكم، تبعدوا عني هشيل ايدي من وسطكم. فجايين دلوقتي تصرخوا ليا؟ ياما وريتكم نعم وبركات، لكن انتوا للاسف ما بتحسوش وكمان ما بتسمعوش لصوتي. واتى ملاك الرب. خلي بالكم من التعبير ده، الاكسبريشن بيقول اتى ملاك الرب. فيرز 11 بيقول ايه بالانجلش؟ ذا انجل دوت مش انجل الملاك ملاك، دي احدى ظهورات رب المجد في سوره ملاك. خلي بالكم ان ربنا كان بيظهر في العهد القديم بس ما ياخدش شكل انسان، يعني ما ياخدش جسد انساني. ممكن ياخد شكل انسان بس ما ياخدش جسد انسان. جسد يعني اللي هو البادي، يعني ما ياخدش بادي. خد امتى البادي؟ في الايه؟ في العهد الجديد لما جه المسيح. لكن ليه انا قلت ان ده مش ملاك زي اي انجل موجود؟ ده الله بذاته. ليه؟ هناخدها هنشوفها في الحته اللي جايه. بيقول واتى ملاك الرب وجلس تحت البطمه. البطمة دي شجرة من الأشجار الكبيرة الضخمة التي في عفرة. عفرة دي بلد أو قرية صغيرة، التي ليؤاش الأبي عزري وابنه جدعون كان يخبط أو يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من مديانيين. فظهر له ملاك الرب وقال له الرب معك يا جبار البأس. ليه آية 12. ايه بقى الحكايه ديت؟ الحكايه دي ان كان في واحد اسمه يؤاش الابي عزري، ابنه اسمه جدعون. جدعون ده هيبقى القاضي بعد كده، بعد دبور، ولغايه هو مش قاضي. فجدعون ده كان قاعد بيخبط الحنطه اللي هي عبارة عن سنبلة كده وقوه. فهو كانت وظيفته جدعون انه يخبط الايه؟ القمحة دي فتنزل منها البذر الصغير. البذر الصغير ده اللي بياخده بعد كده يطحنوه يبقى دقيق اللي منك. فهو كانت دي وظيفته، قاعد جدعون في الحقل مع ابوه بيعمل حكاية دي. وبقول بيهربها من المديانيين، لأن المديانيين لو كانوا جم ولقوا إن عندهم غلة أو قمح هياخدوها. فكان من تحت لتحت كده بيهرب. خلاص بيهربها. هو إسرائيلي، جدعون ده من بني إسرائيل، والملاك ده جه لغاية أبوه واتكلم وقال له وهو قاعد، يعني الملاك جاي ورب بيعمل ايه؟ بيخبط القمح يهربهم عشان المديانين ما ياخدوهوش، يوديهم لشعبه او لبيته يعني. فملاك الرب قال له كده اللي هي اخر آية 12، الرب معك يا جبار البأس. تخيلوا كده واحد مثلا قاعد لا بيه ولا عليه، قاعد كده يعني هادي، يلاقي الملاك يجي يقول له انت جبار البأس. جبار البأس يعني هتبقى لك قوة وشأن وقدرة كده. والرب معك يعني ربنا
يعني بيدي لك البركة النعمة معاك، ما تخافش. فقال له جدعون أسألك يا سيدي، يبقى ده ما كانش ملاك، وحيقول حنعرف ليه إن هو مش ملاك، إذا كان الرب معنا، إذا كان ربنا معنا، فلماذا أصابتنا كل هذه وأين كل عجائبه التي أخبرنا بها أباؤنا قائلين ألم يسعدنا الرب من مصر، والآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان؟ قالوا أنا عايز أسألك، ده جدعون بقى بيسأل الملاك، بيقول له فين ربنا؟ فين الحاجات الحلوة اللي كان بيعملها معانا زمان؟ أبائنا اللي هم البيرنتس بتوعنا قالوا لنا إن ربنا ده عمل معانا حاجات حلوة كتير، هو فينه؟ ده مسلمنا دلوقتي في كف مديان، مش بس في إيده، إيده يعني إيدين مثلا كبيرة، كف يعني حتة صغيرة كده، يعني إحنا كلنا كده حطنا في إيه؟ في إيد صغيرة المديان، مديان شعب مديان، يعني فرمنا، يعني إيه؟ تعبنا، ليه ربنا سيبنا؟ إذا كان الرب معانا، ليه بقى جات لنا كل المصايب دي كلها؟ وإحنا ساعات نقول كده، واحد مثلا يموت له حد ولا يعياله حد من ولاده يعيا ولا حاجه، تقول له ما تقلقش ربنا معاك. فين ربنا ده؟ مش كده؟ فين ربنا؟ ربنا مش معايا، لو كان معايا ما كانش جات لي المصيبه ديت او الكارثه دي او الحاجه الوحشه دي، من وجهه نظره يعني مش وجهه نظر ربنا. فهو برضو جدعون قال الكلام ده. شوفوا بقى هيرد عليه في عدد 13 سوري في عدد 14. فالتفت اليه الرب، ما قالش هنا الملاك صح، فالتفت إليه الرب وقال اذهب بقوتك. مكتوب ايه اللورد ولا مكتوب ايه في the angel of the Lord؟ لا في الانجليش مكتوبه كده طيب خلينا نكمل. فالتفت اليه الرب على طول في الترجمه العربيه وقال اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل من كف مديان، أما أرسلتك؟ كلمة أما أرسلتك يعني أنا اللي بعتك. الملاك مش هيبعت حد، اللي بيعين القضاة دول أو بيعين الليدرز هو جد، هو اللي بيعينهم مش الملاك. أما أرسلتك هنشوفها في حتة تانية بعد كده. طبعا كلمة اذهب بقوتك هذه يعني بالغيرة بتاعتك دي، هو ما كانش بيقول ان عليه ان هو يعني قوي، ولو ان كلمه جدعون معنى كلمه جدعون يعني مصارع، عارفين المصارع بتاع المصارع ده اهو اسمه جدعون. جدعون يعني مصارع. يعني ايه مصارع بالانجليش؟ والتاني بقى غير البوكس اللي زيه بقى مش عارف هو بقى اسمه كده جدعون، يعني معناه بالعربي مصارع يعني قوي. هنا بقى القوة مش معناها القوة الجسدية بس، معناها الغيرة بتاعته. إنسان غيور، إنسان غيور، غيرة مقدسة، زعلان على شعبه، بيفكر في شعبه، بيفكر ليه ربنا سابنا. فقال له خلي عندك الغيرة دي بقوتها، روح أنت إيه هتمسك الشعب كله. فقال له أسألك يا سيدي بماذا أخلص إسرائيل؟ أنا عندي إيه يعني؟ ها عشيرتي هي الذلي في منسة وأنا الأصغر في بيت أبي. إيه العشيرة دي؟ العشيرة اللي هي البيت الصغير يعني القبيلة الصغيرة. الذلي معناها أن هي أصغر، أصل منسة ده كان أصغر سبط. تخيل مثلا كده بنقول إيه؟ أصغر ولاية عندنا في أمريكا إيه؟ دلاوير متهيألي، يعني الولاية الصغيرة عندنا في أمريكا أصغر ولاية ستيت رود آيلاند ها باوت ذا بيبول ذا أوكي هنقول رود آيلاند ماشي. أهي دي بالظبط إيكوال منسة، أصغر سبط موجود. فبيقول له انا ده انا من سبط منسى الصغير،
وأنا كمان أصغر إخواتي. يعني أنا الصغير، فاكرين مين اللي كان صغير؟ داود، أصغر واحد في بيت إيه؟ أبوه كان اسمه إيه؟ داود. أبوه كان اسمه إيه؟ منسى برضو. سوري، يس. فجاله صمويل قال له طلع لنا اللي عندك من ولادك، ما لقاش غير مين؟ آخر واحد كان داود. هنا جدعون هو أصغر واحد، داود بن يسى كان أصغر واحد، وجدعون في بيت يؤاش أبوه كان أصغر واحد. فقال له أنا هتستخدمني أنا الصغير؟ ودي حاجة مهمة وحلوة قوي، إن ممكن ربنا يستخدم أصغر واحد في البيت، الطفل في البيت، عشان يخلص الأسرة كلها. ممكن يستخدم خادم صغير جدا عشان يخلص الفصل كله. خادم صغير ما يعملش حاجة غير إنه يقعد يصلي للسكول للكلاس بتاعه بس، ما يعملش أي حاجة تانية. ربنا يقول أنا هبص لصلاتك أنت. فبيقول له أنا الأصغر في بيت أبي. فقال له الرب، كمان قال له الانجل برضه، هنا في فيرز 16 مكتوب انجل ولا مكتوب لورد؟ برضه. طب ايه الفرق يا كابيتال يعني؟ ان انجل اوكي. يمكن هما ما قالوش جاد او لورد على طول في كوبتك ريدر. اوكي. فهو بيقول كده، فقال له الرب اني اكون معك. طب الانجل مش هيبقى مع الانسان، هو جاد اللي بيبقى مع الانسان. وستضرب المديانيين كرجل واحد. يعني ايه؟ عدد المديانيين دول كتير قوي، ولا يهمك منهم، ده اعتبرهم كده رجل واحد بس قدامك، خلصهم على طول. خلاص. فقال له إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فاصنع لي علامة أنك أنت تكلمني. هنا مش معناها أنه ما بيثقش في ربنا، هو عايز بس صين كده أو حاجة تبين له إن هو إن هو حيبقى يعني هو القائد وهو القوي وهو اللي حيغلب. يعني لا، مش عدم إيمان، هو واثق في ربنا. هو حتى لما قال له فين ربنا دوت، طب ما هو شعبي بيقول ان احنا بقينا مذلولين 7 سنين. يعني خلي ربنا يظهر بقى، خلي ربنا يشتغل. يعني مش معناه ان هو بيقلل او ما عندوش ثقه في ربنا، لا، انا يعني بيحمس الدنيا، انا عايز اشوف ربنا بقى كفايه. لا تبرح منها هنا، ده لسه بيكلم ربنا، بيقول لا تبرح من هنا حتى اتي اليك واخرج تقدمت واضع أخرج تقدمتي وأضعها أمامك. فقال إني أبقى حتى ترجع. يعني قال له بص، ما تمشيش من هنا لغاية ما أقدم الذبيحة. كويس. فدخل جدعون وعمل جدي معزة وإيفة الدقيق. إيفة دي يعني مكيال، زي مثلا إيه كيلو دقيق مثلا، حاجة زي كده. وإيفة الدقيق فطيرا، أما اللحم فوضعه في سل، وأما المرق فوضعه في قدر. اللي عارفين المرق اللي هو إيه؟ الشوربة. السوب. حطها في القدرة، القدرة اللي هي زي الحلة يعني. وخرج بها إليه إلى تحت البطمة وقدمها، البطمة اللي هي الشجرة الكبيرة. فقال له ملاك الله خذ اللحم والفطير وضعهما على تلك الصخرة واسكب المرق. ففعل كذلك، فمد ملاك الرب طرف العكاز الذي بيده ومس اللحم والفطير، فصعدت نار من الصخرة وأكلت اللحم والفطير، وذهب ملاك الرب عن عينيه. فرأى جدعون أنه ملاك الرب، فقال جدعون يا سيدي الرب، لأني قد رأيت ملاك الرب وجها لوجه. فقاله الرب السلام لك، لا تخف لا تموت. فبنى جدعون هناك مسبحا للرب ودعاه يهوى شلوم إلى هذا اليوم، لم يزل في عفرة الأبي عزريين اللي هم جاية من أبوه اللي هو كان اسمه يؤاش. بالضبط كده. إيه الحتة اللي فاتت دي؟ علامة.
قال له أنا هدخل أعمل الذبيحة الجد، حط اللحمة وحطها على الصخرة، وأنا وحط المرق برضو، وأنا والفطير، وأنا هعمل إيه ساين بقى دلوقتي، علامة بقى. إيه هي؟ مسك العصاية بتاعته وخبط بيها الصخرة وحطها على الصخر، طلعت نار من الصخرة، كلت اللحمة ديت، النار التهمت اللحم، محدش جه ناحيتها. كان ماسك عصاية عشان خاطر هو عايز علامة، ماسك عصاية في ايده، فعمل الحكاية ديت عشان يبان قدام جدعون، واختفى بقى ربنا على طول بعد الحكاية ديت. فعرف جدعون ان هو بيتكلم مع الله، فقال له يا سيدي، يعني انا عرفتك خلاص. قال له يا سيدي ايه؟ سيدي الرب، لاني قد رأيت ملاك الرب وجها لوجه. خلي بالكو ال- 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 الكلمة اللي بعديها تبين ان هو ربنا، بلين بيقول له ايه؟ فقال له الرب السلام لك، لا تخف لا تموت. عارفين ليه؟ لان جدعون عرف ان اللي قبله ده مش ملاك، وكان زمان في العهد القديم ما كانش حد يقدر يشوف ربنا فيس تو فيس ويعيش. فاكرين لما طلع موسى الجبل وحط برقع حاجه على وشه عشان يقول لك لو هو شاف ربنا يموت؟ فهنا ربنا قال له ما تخافش، انت صحيح شفتني وجها لوجه، لا تخاف، انت مش هتموت. مش كده؟ لو كان شاف ملاك عادي زي اي ملاك، طب ما هي ما ملائكه بتظهر، ما كانش قال له الكلمه دي، ما كانش خاف جدعون انه ممكن يموت. طبعا بنى مذبح للرب ودعاه يهوه شالوم، يعني الله سلام. يهوه يعني الله، وشالوم يعني سلام. وكان في تلك الليلة أن الرب قال له خذ طور البقر الذي لأبيك وثورا ثانيا ابن 7 سنين، وقدم مذبح البعل الذي لأبيك، واقطع السارية التي عنده. نقف لغاية هنا. إيه الحكاية؟ فرز 25 و 20، إحنا وصلنا ل 25 مش كده؟ 25 و 26. بيقول في اليوم دوت ربنا قال له خد الطور البقر اللي عند أبوك، وطور تاني يكون ابن 7 سنين. اختار 7 سنين ليه؟ وصوم قعد بالضبط، قعدوا 7 سنين في الذل، فقال له خلاص بقى انا هغفر لكم كمال المغفره. طب عملت ايه بقى؟ قال له هتطلع تهدم مذبح البعل الذي لابيك، واقطع الساريه. عارفين ايه هي الساريه؟ كانوا زمان يعملوا ساريه كده زي عمود كبير قوي، ويعملوا تحتيها تمثال، ويقعدوا يعبدوا الايه التمثال دوت. فكانوا السواري اللي تتعمل دي يقدموا عندها مذبح، ويعملوا عليها آلهة، يعملوها كآلهة. فربنا عايز يكسر العبادة الوثنية، فقال له واقطع السريلات التي عنده، وابني مذبحا للرب إلهك على رأس هذا الحصن بترتيب، وخذ الطور الثاني واصعد محرقة على حطب السارية التي تقطعها. فأخذ جدعون 10 رجال من عبيده وعمل كما كلمه الرب، وإذ كان يخاف من بيت أبيه وأهل المدينة أن يعمل ذلك نهارا فعمله ليلا. فبكر أهل المدينة في الغد، وإذ بمذبح البعل قد هدم، والسارية التي عنده قد قطعت، والطور الثاني قد أصعد على المذبح الذي بني. فقالوا الواحد لصاحبه من عمل هذا الأمر؟ فسألوا وبحثوا، فقالوا أن جدعون ابن يؤاش قد فعل هذا الأمر. فقال أهل المدينة ليؤاش اخرج ابنك لكي يموت، لأنه هدم مذبح البعل وقطع السارية التي عنده. فقال يؤاش لجميع القائمين عليه أنتم تقاتلون للبعل أم أنتم تخلصونه من يقاتل له يقتل في هذا الصباح؟ وإن كان إلها فليقاتل لنفسه، لأن مذبحه قد هدم. فدعاه في ذلك اليوم يربع قائلا ليقاتله البعل، لأنه قد هدم مذبحه. فاهمين القصة؟ هي لفة شوي. القصة في منتهى البساطة أن ربنا قال للجدعون في مكان عمله أبوك مذبح للبعل غلط، مذبح للأوثان. الحقيقة أنه مش هو اللي عمله يؤاش، الشعب لما بعد عن ربنا ابتدى يعمل الحاجات دي.
اقول لكم زي ايه؟ زي مثلا ما يجي كده بلد فيها مسيحيين كتير، وبعدين شويه شويه المسيحيين يسيبوا ربنا وابتدوا يعملوا شويه ايه عبادات تانية، يعني يعملوا اي حاجه تانية غير انهم يصلوا لربنا. فيجي ربنا يقول للي موجود انت ازاي تسمح بحاجه زي كده، انت تهدم الايه المكان دوت عشان يعرفوا ان انا الاله الحي. عمل كده جدعون وراح وكسر السارية اللي هي العمود، وخد الحجر اللي معمول بيه السارية حطه وحط عليه الذبيحة الطور التاني فولع في الحجر، فأصبح دلوقتي لا في مذبح للبعل اللي هو الصنم يعني أو الوثن، ولا في السارية. فطبعا الناس قاموا الصبح رايحين يذبحوا للبعل يعني يعبدوه، ما لقوش الحاجات دي، قعدوا يسألوا، قالوهم ده ابن يؤاش اللي اسمه جدعون هو اللي عمل العملة دي. فراحوا ليؤاش قالوا طلع لنا ابنك بره لازم يموت. قالوهم تموتوا لي؟ هو دلوقتي مش انتوا بتقولوا ان اللي اتكسر ده هو الاله بتاعكم؟ قالوا له اه. قالوهم خليه هو الاله ياخد بحقه ياخد بطاره، مش هو اله؟ خليه هو اللي يقتله، إذا كان هو الإله بقى هو اللي يقتل جدعون. ده الحجة بتاعته، هو بيعمل كده عشان يكشفهم، يعني يقول لهم انتوا فين الإله بتاعكم؟ ده مش حي، إله مش حي، ده صنم. فواحد منهم اللي هو آخر كلمة لو اسمه يربعل دوت قال ليقاتله البعل لأنه قد هدم مذبحه، قال يعني يقول لهم خلاص احنا هنوصي البعل بتاعنا ان هو يقوم يقتل مين؟ يقتل جدعون. واجتمع جميع المديانيين والعمالقة، فيرس 33 و 34 و 35، واجتمع جميع المديانيين والعمالقة وبني المشرق معا وعبروا ونزلوا في وادي يزرعيل، ولبس روح الرب جدعون فاكتب تالي فصعدوا للقائه. وكان دايما مكان للمعاد، فجه جدعون يقول لك لبسوا روح الله، يعني روح الله قادت مين؟ جدعون. فراح ضرب بالبوق، هنا البوق معناها هتاف للتسبيح، هتاف للنصرة، بوق فالكل يشعر بالانتصار. فالبوق اللي هو ايوه بالظبط ده بالظبط في الانتصارات، فهو عمل كده احنا هننتصر هننتصر. وقال جدعون لله ان كنت تخلص بيدي اسرائيل كما تكلمت فها اني واضع جزه الصوف في البيدر، فان كان طل على الجزه وحدها وجفاف على الارض كلها علمت انك تخلص بيدي اسرائيل كما تكلمت. يعني ايه من اول 36 بيقول كده، بيقول له انت مش قلت، ده جدعون بيكلم ربنا، ان انا هنتصر على الناس اللي هم الوحشين دول؟ قال له ربنا ما اتكلمش، انت قلت بس انا عايز علامه تانية. قال لا ما انت لسه ربنا مديك علامه. قال له لا انا هعمل علامه تانية. ايه هي العلامه دي؟ عارفين لما يجي فيه خروف، الخروف ده بيبقى له فروه كده من بره، لما بيجوا يشيلوها بيجزوها جزة. كويس، فقال ايه؟ انا جزة الصوف بتاعت الايه الخطوات وحطها في البيدر. البيدر ده مكان يعني مكان مقفول يعني خلاص،
فلو نزل الطل، عارفين الطل؟ الندى، الندى، ندى بس يعني تحسه مية كده مبلولة. لو نزل الطل على الجزة وحدها وما لقوش على الأرض المحيطة بيها، الأرض اللي محطوط عليها بتاع ده مية، يبقى إيه؟ دي علامة. يعني إيه؟ الأرض كلها تبقى ناشفة والجزة دي بس الوحيدة اللي عليها مية. زي مثلا تقولوا أنا حاطط عربيتي مثلا برا الجراج، الدنيا بتمطر بس العربية بتاعتي ما جاتش عليها نقطة واحدة، أو العكس صحيح، الدنيا كلها ناشفة، كل العربيات اللي حواليها ناشفة والأرض ناشفة وعربيتي الوحيدة اللي عليها مطر. هو عايز بقى يثبت إن ربنا معاه، فقال له هحط حتة الصوف دي، لو الصوفة دي لوحدها اتبلت عليها مية والأرض الباقية ما عليهاش مية، يبقى أنت معايا. خلاص ده حسها من حاجة تانية، جدعون غيرك دي كمان. وكان كذلك، يعني ربنا اداله الحكاية دي. فبكر في الغد وضغط الجزة وعصر طلا من الجزة ملأ أصعق ماء، يعني أصعق، أصعق زي بتاعت الأسمنت دي، يعني زي حلة كبيرة. يعني جاب عمل إيه؟ جه عند الحتة اللي هي فيها الصوف دي وراح مسكها عصرها قوي، فراحت نزلت مية والأرض اللي حوالين الجزة إيه؟ ناشفة. فقال جدعون لله لا يحمى غضبك علي فأتكلم هذه المرة فقط، فقط امتحن هذه المرة فقط بالجزة، فليكن جفاف في الجزة وحدها وعلى كل الأرض ليكن طل. عكسها بقى، يعني تشينج، غير المرة دي، قال له أنا عايز الجزة تبقى ناشفة فيهاش مية خالص والأرض اللي حواليها تبقى مبلولة كلها مية. الحكاية أنت عمال تجيب ربنا يمين وشمال، أنا عايز أتأكد، تأكد من تأكد. قال لك مش ليا، أنا عندي تراست في جاد، أنا عندي ثقة في ربنا، بس عايز أقول للناس اللي حواليا كمان إن ربنا معانا. عارفين لما يكون واحد إيمانه قوي بس اللي حواليه مش مصدقين، فيعمل الحكاية دي عشان خاطر اللي حواليه ياخدوا بالهم. اللي بيشتركوا معاه في الحرب، الناس اللي هم معاه في الحرب أو اللي معاه في القتال، يعني ليكن طل. ففعل الله كذلك في تلك الليلة، فكان جفاف في الجزة وحدها وعلى الأرض كلها كان طل. يبقى نفتكر جدعون أن واحد من القضاء اللي اختبر أو امتحن ربنا في ثلاث مواقف. أول موقف قال له اديني علامة بتاعت اللحمة والمرأة والفطير ونزلت نار كلت اللحم. قال له طب اديني علامة تانية، الصوفة تبقى مبلولة والأرض تبقى ناشفة. قال له حاضر، عملها له. قال له اديني علامة تالتة، الجزة تبقى ناشفة والأرض كلها مبلولة. راح ربنا عملها له. عارفين ليه ربنا عمل كده؟ ربنا عمل كده لسببين. السبب الأولين يقول للشعب إن أنا معاك تقلقش، والسبب الثاني إن يدي نعمة خاصة ويدي كده، يعني يدي للشعب يعني فكرة عن جدعون اللي حيقود الشعب. جدعون أهو واحد لكن طلب مني وأنا وافقت. طبعا بالنسبة لنا احنا اللي يطلب من ربنا بإيمان ربنا حيديله. خلي بالكو لو كان جدعون ما عندوش إيمان ربنا ما كانش استجاب، لكن اللي عنده إيمان وبيصلي ربنا يديله. مرة جاي ناخد إصحاح 7 إن شاء الله. أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، امضوا بسلام سام في قربان.